النهار. ولما طالت بلوتي والحب لخلخ مهجتي سرقت منها قلبها دلوقت حالا حتى حوض قول واقول له اديني جيت. وان جه عدولي راح افضحه واسكت واقول له كمبلي انا هنا وساكن هنا وبكون فراطه متنا من يوم ما صبيت وانكويت. مين يا مامتي انا اللي عايش قربها بقى يعني قلبي حبيبتي بطيخة وانت دبها تمام كده وليه كده هتقولي قلب معددة عفريت طلع لي في قلبها. فين قلبي يا ناس فين قلبي يا حبيبي يا قلبي فين قلبي يا ناس من قلبي سرقوك يا حبيبي يا قلبي فين قلبي هاتولي قلبي فين قلبي هاتولي قلبي انا عايزه اتدلع دي قلبي قلبك ما بين حبيبين حيران يا نور العين طالبين رضا الاثنين شوفي حيختار مين. يا سقيان المرار وابوه بدون صودا ولا مد قولي لي مرة اي لبيو وخلي القلب يتغدى فؤادي من عذابك فيه بيشتمني وحتى النوم كمان تفني بخاطمني ورش البرش بالدبتي منيمني. انت منايا انت غرامي ايوه انا يا ضنايا انت حرامي من قالك معرفش هذا انا خلك يلا امشي يا عطارين دلوني الصبر من اراضي. سيدي يا سيدي يا سيدي الناس انت يا سيدي ياللي شبكت ولاد الناس نظرة يا سيدي. سيدي يا سيدي يا سيدي الناس انت يا سيدي ياللي شبكت ولاد الناس نظرة يا سيدي. انت سيدي يا سيدي الناس انت يا سيدي. لو يسقيني الظل هواك راضي بغلبي لو يسقيني الظل هواك راضي بغلبي انا سلمتك روحي بايدي انا سلمتك روحي بايدي. سيدي يا سيدي يا سيدي الناس انت يا سيدي. انت يا اشواق من وحي حبك انا هتجنن يا اشواق مش قادر اصدق انك كنت في يوم من الايام راضي. ما انت السبب بس عامل لك ايه اول مره طلقتني وصلحتني ثاني
تاني مرة طلقتني ورجعت صالحتني، ثالث مرة طلقتني وهجات على دماغك. ما تقدريش تتصوري يا أشواق قد إيه أنا بتندم. ما هي دي غلطتك، دلوقتي أنا متجوزة واحد تاني ومش قادرة أخلص منه. لو كنت عارف إن فايق هيعمل كده ما كنتش رضيت إنه يعمل محلل أبدا. أنا متفق معاه إنه يتجوزك ويطلقك على طول، يقوم المغفل يتلحم ولا رباش يطلقك. وإيه اللي هعمله بس؟ أخنقه؟ أرميه من الشباك؟ ده أنا مسودة عيشته ليل ونهار عشان يسيبني ويطلقني؟ مفيش فايدة، مستحمل وقاعد. أنا كل عيني ما تشوفه يتهيألي إن أمسكه وأقطعه مليون حتة. كنت فاكره إنه صديق وهيعمل فيا معروف، قام استخفي إنه عمل فيا مقلب. ما هي دي غلطتك أنت يا رايق، راجل عصبي طول النهار تتخانق معايا وعلى طول تروح لام يمين الطلاق. كنت مجنون يا أشواق، ما كنتش عارف إن يمين الطلاق ده سلاح بطعم بيه قلبي، وما حسيتش بقساوة السلاح ده إلا بعد ما طلقتك ثالث مرة. واديني دلوقتي ما بنامش ليل ولا نهار، بحبك يا أشواق من كل قلبي. يا أخي جاك وجع قلبك، إزاي يا فندي يا عديم الذوق يا قليل الجنتلة تتكلم مع ست متزوجة بالشكل ده؟ بره من فضلك. إيه؟ الله بره. عيب يا سايق، عيب يا أخي. عيب إزاي؟ هو فكره أنت متجوزة إيه؟ عربية يد؟ قشط غسيل؟ لا يا هانم، أنت متزوجة رجل والرجال قليل. أنت لص، أنت خطاف، أنت نصاب، أنت حرامي، سرقت مني الست بتاعتي. انا يا اخي ما سرقتهاش من محفظتك، انا سرقتها على يد المأذون. واتفاقي معاك اوام نسيته؟ احنا مش متفقين على انك تتجوز اشواق وبعدين تطلقها. اطلقها ازاي يا استاذ؟ انت فاكرني عبيط زيك؟ ده انا بحبها وبموت فيها، وكنت مستني لما تموت علشان اتجوزها، وكنت بادئ عليك ليل ونهار ان ربنا يقطم اجلك علشان اتجوزها، ولكن ما دام اتجوزتها يبقى مفيش داعي علشان تموت بسرعه. خد راحتك، موت على مهلك. انا اللي هقطم رقبتك. انت تبقى جوز اشواق؟ لا، ابقى جوز فراخ. طبعا جوز اشواق، نصها الحلو. انت نصها الحلو؟ اه ده انت نصها الوحش ونصها المعصب. ايه؟ شاهده سامعه؟ امسكيه احسن، هروح اموته. بس بقى حاضر، بس ايه اهو. ما تنساش بكره يا رايق الحفله بتاعت توت. انت انت ازاي؟ هو احنا عندنا كام توت؟ اه على فكره الحفله فين؟ في كوريا. وبعدين معاك انت باين مش هتفوت الليله على خير. حق. عن اذنك يا اشواق. وانت من اهلك؟ جاتك البلد تلم. اخرس ما تشتموش، ده برقبتك يا اخي. جاكي اطمر رقبتك. ايه؟ اسمعوا يا ستات، وانتوا يا اساتذه، بكره عامله حفله لتوتو وكلكم معزومين عندي. مبروك يا ست اشواق، عقبال كل السنه. يتربى في عزكم ان شاء الله. نسيت، اوعوا تنسوا. اوعوا تنسوا. يا ماما. ايه؟ الحق يا ستي سرايح حاطط لي رجليه تحت العربيه عاوز يشنكني. تعالى يا جدعان. اه انا اخويا. رجليك دول؟ اه رجلي انا، شدهم عشان توقعني. اوقعك؟ ده انا هخرشمك، ده انا هتدسك، ده انا هعدلك القلب. انت ضربتني برجلكم. امال ايه؟ يا عم ولا مؤاخذة يا بيه، طب واعمل النص دي الفضة وظهرك تحت العربية، نزلت أدور عليه. مساء الخير. مساء الفل، مساء الفل. يلا بينا، أنت حبيتنا في الشارع. طيب، أديني الجاي. شهيد ثم زفير. الإيد اليمين جنب الرجل الشمال، الإيد الشمال جنب الرجل اليمين، يمين شمال. صباح الأولمبيات يا دمنا. أوه كوارث، كنت مضج يا ما يهزبند. يومي يهزبند إيه وشكبند إيه؟ وانا متجوز دمرة بنت المعلم الدوشي ولا دمرة بنت المعلم جنبون؟ يا سلام، ان ما كانش عاجبك اقول لك يا زوجي بالانجليزي، ليك عليا اقولها لك باللغه العربيه الفصحى. صباح الخير يا راعي. بعلي. او لا، قوليها بالانجليزي احسن. الا بعلي دي انا ما ردش عليا بعلي دي الا بتوع الخضار، لما بتوع الكوسه يقولوا يا كوسه يا بعلي. ما انت معذور، انت جاهل، انت امي. بقى انا امك؟ والله عارف كمان شاب انا مراتك وتبقى انت بعدي. يا راجل افهم اتنور. امي يعني عمرك ما دخلتش مدرسه زي بقى بذمتك؟ انت دخلت سكولة؟ انا ما دخلتش سكولة، انا ما شربت بيت الكولا. ايش جاب السكولة في البيت سكولة؟ اي حاجه فيها كولا والسلام. انما قولي لي بقى بتطلع على الناس. نعم. انت اتعلمت النحو في انهي مدرسه؟ في السياسه، لما كنت ممثله في دراما 15 سنه وانا ابثل بالنحو، اصور بالنحو، اخلي الجمهور يعيط بالنحو، واخيرا ذهب المجد منها. وايه اللي خلاك تبطل التمثيل؟ كيلوباترا، حبيت امثل دور كيلوباترا على المسرح، صاحب التياتر ما رضيش. اقسمت 30 يمين ما انا طالعه على المسرح تاني. كان نفسي اعدد على خيبه انطونيو وهو مقتول،
واقول له اه يا انطونيو، اه يا حبيبي، اتركوني بطبيبي، اتركوني بالنشادر والكولونيا للحبيب. طب نزل الستاره بقى واستلمي دول. هما ايه دول؟ شوارع؟ لا بقيه. الفيه امبارح طلب مني فتح شوارع عشان مريض ايدي واشتغل فيه. وانا هعمل فيهم ايه دول؟ تعملي لهم ايه؟ تعملي لهم مانيكير؟ تلبسيهم شرابات ني؟ ما انتش عارفه كوارع تعملي لهم ايه؟ عمرك ما طبختي كوارع ابدا؟ لا اتجوزت كوارع بس. وبعدين معاكي ما تفكرينيش باللازم هذا. اه يا كوارع علياني، ده الكهرباء اللي لزقت في جدتي فوقه. ايه يا دم فاكر ايام زمان، ايام ما كنا بنحب بعض جديد، وكنت تفوت تحت الشباك في عز المطره تصفني زي البابور القشاش، اروح انا فاتحه الشباك ودلق عليك صفيحه الزباله. وايه جمعه الكرات المعفشه دي؟ فاكر لما قابلتك اول مره في السكه وناولتني ورد حمر، رحت انا بكل دلال من اولاد بالشبشب. طب قفلي بقى كتاب التاريخ المنيل ده وخلينا في الكوارع. هتطبخهم انت ولا اطبخهم انا؟ لا اطبخهم انت. امرنا لله، ابقى كوارع واطبخ كوارع. الكوارع، الكوارع اللي هتاكلوا صوابعكم وراها اطلقها في الشارع، ارميها للقطط، اندخها كلها يا حبيبي. يا رب مالكم كشادين كده وشكوا؟ ده انا معمر مواد مفرقعه. اسمع انت كوارع، انا هشهدك وانت بتشهد بالحق ولا اقول غير الحق. يخلصك بابا جاي يشوف الست بتاعتي لاول مره، يلاقيها مقعده له توتو علشان ياكل معاها على السفره. لا ما يقعدش. ازاي يا راجل انت ما يقعدش وانا حكي بالدنيا غيره؟ ده سلوتي الوحيده في عيشتي المنيله مع الراجل ده. يبقى يقعد. يقعد ازاي يا بني ادم؟ انا مفهم بابا ان انا متجوز ست عقل، انت عاوزه يقطع عني القرشين اللي بيبعتهم لي كل شهر؟ يبقى ما يقعدش. ما يقعدش ازاي يا بني ادم؟ هو هياكل في الصحن بتاعه ده ليه سيرفيس مخصوص؟ يبقى يقعد. يقعد ازاي يا مناخوليا؟ ازاي حيوان يقعد ياكل مع بابا؟ يبقى ما يقعدش. والديك اللي هينزل في معدة أبوه حيوان ولا مش حيوان؟ اه يبقى يقعد. ما يقعدش يعني ما يقعد. وانا قلت هيقعد، وان ما كانش هيقعد على السفرة مش هيقعد في البيت. بستين ألف عربية كلاب كده؟ ايوه. طيب انا هسيب لك البيت مضربة على دماغك وحمشة نوتوت. يلا لا أشواق، انا بهزر معاك تعملي معروف، اوعى تمسح كان بابا زمان وجاي يشوفك. انا يستحيل اقعد بدل كل ساعة والثانية تسكت عليا نوتوت. أشواق وجوزها على الفيلم الجديد. طب والجماعه اللي جايين من العراق؟ ايه؟ فكرتني، هم جايين امتى؟
بعد ربع ساعة ضربوا لي تليفون بيأكدوا معاه. إذا نأجل مسألة أشواء دلوقتي وحضر العقد. أمرك يا بيه. فجأنا جايبك هنا علشان تاخد صورة لابني ومراته وتكبرها لي وتبروزها لي عشان أعتقها في الدوار في البلد. إن شاء الله هتكون مبسوط يا بيه. يا سلام والله اتجوزت يا فايق. وإن كنت تقدر تعملها بالألوان يبقحها. أمرك يا بيه أمرك. أيوه حاكم هم أصلهم يعني عرسان متجوزين لسه الدار. إيه؟ الله. يا أخويا يعني محدش بيرد نكونش غلطنا في الشقة ولا محدش جوا؟ لا يا بيه دي الشقة اللي وصفها لنا البواب. نسكت أكون خبط. يا جماعة اللي هنا. يا عالم. يا هو. يا ناس. ولا شيش بيه شربات يا بيه والنبي لا تاخدني وتطلعني في السينة. ده انا كنت ارتست قد الدنيا. انت ما سمحتش حضرتك عن الاستاذه دوما ندوش ولا الدبل. تبقى ما عندكش حظ ما عندكش دخل. انا كنت اجمد ممثله دراما وتراجيديا. باين عليك ممثله قوي. يا سلام يا سلام يا سلام لنا يا سلام عليا في دور ليلى. ليلى انه من القلب ومنتهى ولكن بحجابي يزال وتمشي الجنون على سجين ويمشي أبي فيغض الجبين ولا تشتري الناس من فجله. فجله؟ أبو ليلى العامرية كان بيبيع فين؟ أمال كان بيبيع إيه؟ طبيعات؟ آيس كريم؟ يا أخي ما تبقى مصري إزاي؟ أنا مش فاهم حاجة. أنا يا وليا جاي أشوف الأستاذ فايق ومراته فقط لا غير. وأنا والنبي يا أستاذ حاجبة. آه لو شفتني وأنا بمثل غابة الكاميليا مع حبيبي أرماندو كنت بخلي المناديل تتعصر من كتر الدنيا. كنت بخلي المتفرجين خارجين مش شايفين من عناء. يا ستي صدق بس فايق ومراته فين؟ آه فهمت. أنت بقى على كده عايز وقفة وعلى العموم أنت جيت في جمل حاجة بسيطة. أنا كنت زمان بشتغل رحاصة في محل سويس فايق. اشتغل زومبا وكونجا وعربي وافرنجي وفرنساوي وانجليزي وبربري انا كده هوريها لك انا بلدين. لا روحي على البيت على البيت. هي جت هتتوهم ترضى هي جرع من قدامي لا تعملي تلبك في المعده. ايه يعني الرمبا الله الله حرم عليك ارفع ايدك في السكينه واضربك بالمصاص وهذا قدامي على المطبخ
الحقوني، قلبي طرق علي هناك، مش قادر اروحها. قدامي بقول لك قدامي، اقعد ترى شفت فتاتين اخرى. كان نعم هو ده المسدس اللي متحوشيني بيه؟ مسدس مخيفات باتا. حياه ابوك ده مضربه البيت شقه على شقه. اول بالك يا بوك هفهمك كل شيء. تفهمني ايه بعد ما شفت معناه؟ مين الراجل اللي كان بيرقص معاك يا جدع؟ ده مدير شركه السيما يا خايف جناي، دور له عينه من فني عشان يطلعني على الشاشه البيضاء. هو اللي كان بيتكلم في التليفون، هو ده بتاع الشاشه البيضاء؟ ايوه. امال ماله مش باين عليه في التحديد؟ هو اصله متخفي عشان يكتشف وجوه جديده. سلام على تخالف مخي، وسايباني اهزق بالراجل لما شويه كنت حاسس من دمه، ولا تقولي لي؟ ما انا خفتك يا جنبك لا تنزل كرش بالسكينه. يا دي الخساره، وانا افتكر ساعه لما ابقى جوز النجمه السماويه ثم نطش. ميزت بختي وسودت اسمك، انت عايزني طول عمري افضل عايشه وراء الستات؟ عايزني اقدم فن تكلل الملوخيه وصواني البطاطس؟ ما تزعلي، كمان شويه اروح اتعذر. ولقيت الاستاذ فايق ولا لا؟ لفيت عليه 25 شارع ما لقيتش حد. يا دنيا يا اخواتي يا دي الفصول. دوم انا. انا كنت انت ما حصلتهاش، بابا ما جاش هنا وانا مش هنا. لا يا سيدي، اللي جه بتاع السيما عايز حضرتك في فيلم جديد. هو فين؟ قاعد في الصالون. مستشكر. يا ده ما ده يحكي له عن اللي عملته فيه يبقى شكله سوء. ربنا يستر. يا خلعي وسطياني. مين؟ باباكا. اهلا وسهلا يا باباكا، انت جيت امتى؟ جيت في ساعه نحل. انا ماليش بعد ابدا في البيت الموريتاني. خير ان شاء الله. ايه اللي حصل يا باباكا؟ وليا هنا اسمها طاوله. اسمها دبش. لا دبش ولا طاوله يا باباكا، دي اسمها ضمنه. ايوه ضمنه، جت هداهي من اول ما دخلت من هنا. هو السلامي يحذفني يمين، ترى لم يحذفني شمال أيوه. وتحذفني يمين. أيوه. لحد ما بوظت الجهاز الهضمي. ما تزعلش يا باباكا، انا اجيب لك خيره. الست بتاعتك فين؟ الست بتاعتي؟ الست بتاعتي فين؟ موجودة يا باباكا. اندهليه ولا يعني مستعر مني؟ لا سمح الله يا بابا، العفو. هي أصلها عند الجيران وأنا رايح اندهلها حالا. اندهلها حالا علشان الراجل ده ياخد لكم تصويرة ويروح لشغله. يعمل معروف أنا راجل عندي شغل. يا بابا هو ده اللي هيصورنا؟ أمال ده باين إحنا اللي هنصوره. صوروه. يلا شوف شغلك انت بقى يا باش مصوراتي. بقول لك شو بتريد حضرتك؟ سعاد سوسو فيفي سعاوعاو. هي ايه اللي بقى؟ اعملي معروف يا سعاد عاوز الخدمه لمده نص ساعه بس، اقدمك لبابا بصفتك مراتي لان اشواق سابتني ومشيت غضبان. شفت بقى، لو كنت اتجوزتيني من زمان كنت دلوقتي بقيت مراتك بحق وحقيقي، ومفيش داعي ابدا للتمثيل. بس يا سعاد انا اشكرك جدا لو عملتيني الخدمه دي. لكن انا خايفه لو جوزي يرجع على غفله ما يلاقينيش، ده مجرم، ده جبار. طيب وجوزك راح في انهي مصيبه؟ نزل يجيب دواء مسكن الاسنان، اصل اسنانه بتوجعه قوي، ونص ساعه طلب راح الدكتور، مش عارفه الدكتور اتاخر ليه. طب تعالى معايا 5 دقايق بس قبل ما يرجع، عشان بابا لو ما شافش مراتي هيفتكر ان انا بكذب عليه وهيمنع عنه مساعدتي. اصور مره واحد لابي لعبني ده ضربه بص كسره له عمل حته. يا ابا وطلع عليه واحد كان باصص لي من 7 دور. يا اعين هعمل ايه دلوقتي يعني؟ هويت السود، اعملي معروف خلصيني. واخ يا استاذ، واخ يا زندرمه، شو بيكون هالزلمه؟ مبسوطه بقى، قولي له مين شو بيكون هالزلمه؟ بدي افهم شو بتكون وليش انت داخل هون وشو بتريد؟ لا طول بالك شويه، ده انا الحكيم. شو؟ جنابك الحكيم؟ ايه الحكيم؟ دخيل ابو قراط تبعك، معلش سويلي. انت الزمك عملية فتح بطن، عندك المصران الاعرج. فتح بطني يعني؟ امال ايه؟ انت جسمي اللي بيوجعي يا دكتور. طب مش كنت تقولي كده من الصبح هتوديني في داهيه. انت الزمك عملية فتح بق. اقعد. اقعد. انت ايه اللي بيوجعك؟ ضرسك؟ لكن شو بيوجعني؟ صرمايتي يا ضرسي. طب افتح بقك كويس، افتح. هاي قول لي بقى، انهي ضرس اللي بيوجعك؟ اللي في الميدان ولا اللي على الناصيه ولا اللي في الشارع الطوالي؟ شو ميادين، شو نواصي، شو شوارع، هيدا تمي منه مدينة سان فرانسيسكو. عالجني يا دكتور، ابوس اجرينا، انا رح بموت من الوجع. ما تخافش،
انا هخليك تموت من غير وجع، فانا رايح العياد عشان اجيب الشنطه والالات. طيب انت جيبهم معاك هم يا دكتور، انت ناسي، تعالى. يا نهار اسود، انا هخلع درس ولا هخلع شباك؟ اعمل اي حاجه بس عشان ما تمشيش قدامي. دخلك يا دكتور ريحني. خلاص هريحك الراحه الابديه ان شاء الله، افتح بقك. شوف كم ماشي. ايوه، امال هخلع لك درسك بايه؟ برجلي؟ افتح بقك. ما في عندكم بنش؟ مفيش لزوم. هات الشاكوش وهات الاجنه وهات المسامير. شو مسامير شو خوامير؟ هيدا ضرسي منه حيطه. ايه العمر واحد والضرس واحد، استحمل افتح بقك. هات السماشه. هات. يا نهار اسود، يخرب بيتك، ده درس بني ادم ده؟ لا يمكن، ده درس حمار. يا لهوي يا وزبتي، تبع زي الثلج. واخ يا ابني، واخ يا ابني. الحمد لله اهو نصع، يعني عايش. تعالي نسيبه قد نص ساعة لغاية ما عرفك بابويا وترجعي تاني. نفرض انه صحي. يا ستي مش هيصحى ولا بكرة الصبح. يلا يلا والنبي. البس البرنيت، الله ينجحك في المقاصد. يا بابا ايه ده؟ العروسه مش هتيجي بقى؟ يعني يا سيدي الشغل مقطع بعضه، اهي الزباين تلقاها قاعده متقطعه بتستناك جنب السور. اهم جوم اجري وظف شغلك انت. باباكا مراته هي باباكا. اهلا 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 اهلا. ايوه اجل وشك الحلوه اللي تفتح النفس. مش ضمني، الهي حرقها يا رب يا رب. بابا تحب اعمل لك حاجه بارده؟ والله اتعمل البارد كتير النهارده جو. طيب سعاد اعمل لنا قهوه. حاضر. هو المطبخ منين؟ قدامك من هنا. ايه رايك في بابا يا مراتي؟ في مراتي يا بابا. والله حلوه يا فايق، ربنا يهنيكم بابا. الله يخليك يا بابا. مين؟ اشواق؟ يا دي التعديل المنيله، يعني انت ايه اللي جابك؟ ايه ده، صعبت عليا، ما رضيتش انك تتورط قدام ابوك، سبت صوته عند ماما وجيت. ايوه لكن لكن ايه؟ لكن انت لما زعلت قمت جريت وراك عشان احصلك، ما قدرتش. اترددت على الصواريخ وقدمتها لبابا على انها مراتي. لا يا شيخ، يبقى مركزي ايه انا دلوقتي؟ خش خرجها احسن اخش امسح لك بيها البلاط. تعالي يا اشواها، انا عارف انك بتحبيني وتغيري عليا، لكن معلش. بقول لك خرجها احسن ارميها لك. اسمعي بس، اخرجها ازاي اذا كنت انا قدمتها لبابا على انها انت؟ ما يهمنيش انا. فايق يا فايق، انت واقف مع مين يا يا فتى؟ في سكته يا الست دي مين؟ حضرتها يا بابا تبقى الست اشواق جارتنا. يا جيران الهنا يا عالم، بتخليها تتفضل. ايوه يا بابا، خمس دقايق بس وبعدين هنحصلك، بس اتفضل استريح. انا مستريح فينا قوي. طب يا بابا انقذنا دقيقه واحده. اعملي معروف يا ست اشواق، زوغي من هنا خمس دقايق على بال ما اطلع لك المساله وافضي لك الشقه. انا طالع عند الخياطه فوق خمس دقايق. تعرف لو نزلت ولقيت حد في الشقه هنزحها في دماغي. يا مريض العسل السريجوسي، ما يصحش شوكه في كيدي. اتفضلي استريحي. معلش يا بابا، اتفضل انت وهي الست اشواق وعدتني بالزياره. اتفضل هتيجي ان شاء الله. اتفضل يا بابا. أنا مش منقول من هنا، أنا مش منقول من هنا لحد ما ترجع تاني. اسمعي فايق. نعم يا بابا. تعرف أنت عاوز الحاج؟ ها؟ أنا انشكيت في قلبي من أول نظرة من الست أشواق. يا دي التعديل المنيلة. سؤال يا فايق. السائل يا بابا. هي الست أشواق مش هترجع علشان تتعشى وياني؟ والله مش عارف يا بابا. مش عارف إزاي؟ إيه اللي تطفي وإيدك الزوج دي يعزمها؟ امسك فيه. حاضر يا بابا حاضر. سؤال ثاني يا فايق. اتفضل. ايه؟ انا يعني شكلي كده هو يعني وبيفتي كده، يعني مش فيها شيء من السكسابيل. السكسابيل؟ ايوه. ده انت كلك سكسابيل. تعال سؤال ثالث بقى يا واد يا فاي. ايه هو يا هبا؟ هي عازبة ولا متجوزة؟ متجوزة وبتحب جوزها خالص. الله ينكد عليك والعمل. انا ما اخبيش عليك يا فايق، انا حبيتها حبيتها. يا بابا قلت لك اصرف نظر عنها، ده جوزها راجل شران وقتل قتله، في الاحوال اللي زي دي ما بيعرفش ابوه. يا سعاده البيت، العروسه اللي هتتصور، انا راجل ورايا شغل. والله معاك حق، فين العروسه؟ امال يا فايق خلي الراجل يروح لشغله. اهي والله بنت حلال. ولازم الصوره دي يعني
يعني يا بابا دلوقتي؟ امال الصوره والعفريته اخرى. يلا يا مصورات الفن شوف شغلك. يلا يا زي انا خايفه جوزي ام النوم ما يلاقنيش في البيت. حكيم انت ما تعرفش فارس ولا عصبيه فارس ولا غير فارس عليا. يا سعاد اعملي معروف تمام جميل كلها 10 دقايق وحصره واحد بس. يلا بقى يا مرات ابني خلي الراجل يصور صوره لحاله. حالا يا بابا. يصور مين؟ اصل يا ستي بابا مصمم على اننا ناخد صوره مع بعض. يا خبر اسود اصور معاك انت يا دي الفضيحه. يا ستي ما تتضايقيش ولما تطلع الصوره ابقي مزعيها. تعالى ايه؟ هي مش عاوزه تتصور؟ لا اصل يا بابا. يلا يلا يا اسطى شوف شغلك بس جهز الالوان وهندزها ووضبها كده. اقعد انت يا فايق. ايوه خد عروستك على حجر. حاضر. ايه ايه؟ اخد على حجر؟ ايه؟ اصلها مكسوفه يا بابا. مكسوفه من ايه؟ من جوزك ولا من حماكي ولا من نصك؟ يا اخي حتى اذا كان على النص هو متداري في البتاعه السودا دي لا شايف ولا ناظر. اقعد اقعد اقعد. طيب يا بابا ما نقدرش نتصور بوز غير ده. اصل العرسان الجداد لازم يقفوا جنب بعض. طيب وقفوا جنب بعض بس انتبهوا في بعض قوي. يلا شوف شغلك. شوف. ايوه. واحد اثنين ثلاثة. مبروك. الله يبارك فيك. نهارك سعيد. نهارك سعيد مبارك. يلا وضب الصور كده وهيئهم كده هو وخليهم عال وهاتهم لي لحد هنا. حاضر. ايه؟ طيب روح من باب المطبخ. من باب المطبخ. باباكا انت هترجع في قطر الساعة كام يا بابا؟ والله يا ابني انا كنت جاي علشان اكلفك بمأمورية وارجع في نفس اليوم. طب انا مستعد اصلهالك يا بابا. لا مش مسافر. ليه؟ مضطر اقعد لحد ما تنتهي الخطوبة. خطوبة؟ خطوبة مين؟ خطوبتي على اشواق. اشواق؟ يا دي المصايب المسلسلة يعني. ما قلت لك يا بابا خدي متجوزة وعلى ذمة راجل. يا سيدي انا مستعد اراضيه واراضيه ويتبالي. مش ممكن كما ان ده راجل سرانه ويمكن يأذيك. انت ملك. هو مين جوزي؟ ايوه جوزها 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 كوارع. الراجل المستوحش اللي كان هنا دي؟ ايوه الراجل المستوحش اللي كان هنا دي. مش ممكن يا عالم بقى الحمامه الحلوه دي تتجوز الغراب دي؟ يا سيدي اسمها كما وان بتحبه وبتموت فيه. ده كلام مش معقول. هي لازم خايفه منه. مفيش حب ابدا. الله اهي جايه اهي انا هسالها قدام. ده هو ستي ستي هاني. الله نعم باباك. نعم الله عليك. انت لسه هنا؟ بقى انا ليا جوز عينين ينفلوا في الصميم وبناء عليها اقدر اقول لك انك عايشه مع جوزك غصب عنك. فعلا يا سلام ده كلام مظبوط. يا سلام على نبهتي. شايف ابوك ناصح ازاي؟ والراجل جوزك ده راجل من الاوباش وانت خساره في الست. ما بلاش نتكلم في حق الناس يا بابا. وانت مالك انت؟ خد راحتك يا بيه قول اللي انت عايزه. انا ما صدقت الاقي واحد عشان افضفض اللي في قلبي. على العموم انا زهقت من جوزك. جاته ده يا تاخده. يا عالم يهوه يهوه. حد يقول غزالة تتجوز جحش؟ قول له احسن مش مصدق. الله وهو الجحش مين خلفه يا بابا؟ حمار. خلاص اسمح انت تسيبنا لوحدينا شويه وتخرج. اه ايه؟ مش ممكن ابدا اسيبك لوحدك معاه. الله اصلها سعرانه بتعوض. اتأدب يا استاذ. انا ما بقيتش استاذ انا بقيت بوتاجاز. انا واحد انا ملهلك. يا واد اختشي على عرضك يا جليل الحياه يا جليل البوليتين. انت قد واسكت ما تشوشرش على المفاوضات. مفاوضات؟ قوليلي يا بطه. يا نحوهت. بما انك زهقانه من جوزك الريفي ما تسيبيه وتتطلقي منه وتتجوزي سيد ابوه. يا ريت ده انا عايزاه يطلعني النهارده قبل بكره. لكن ده لازم تلقيح. خلي الحكايه دي عليا انا هخلصك منه بالفلوس وخليكي ترتاحي من وجوده الاكل. يا سلام على افكارك الهايله يا باباكا. ده شيء جميل أوي. عن إذنك أنا رايحة أجيب توت. إيه؟ مش هتقعد معانا الليلة؟ ودي عايزة كلام؟ عشان تحضر حفلة توت. عقبال حفلتنا إن شاء الله. ميرسي. أوروبا. أوروبا. سلامي. أنت رايح فين؟ إيه رايح أوصلها. أيوة طيب وصلها لي. اتردها لي. كلمها لي. أنا مش منقول من هنا إلا وأنا متأهل. إن شاء الله هتتأهل هتتأهل. أيوة. لكن استنى اقول لك احسن انا اللي اروح وراها وانتهزها فرصه واعزمها هي وجوزها على العشي وننهي الموضوع. لا اطمن انت انا هروح اكلمها وخليك انت هنا. اه والله برضو فكره حكيمه. انا ما اتقنيتش شويه الست بتاعتك. هي فين؟ في المطبخ؟ لا يا بابا مطبخ ايه؟ امال فين في وسط النوم؟ لا 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 استريح انت وانا هشيح حالك. روفوار بابا. اجري الحقيني بالكمادات اوامر. من عندني يا معلم. فارس ابو فارس. فارس
ما تخافيش، انا هفوقه. روح انت بس كلمي بابا عشان عاوز تاني. لا لا، عشان خاطري انا، دي اخر مره. مش ممكن. اعملي معروف. ماليش دعوه يا اخي. هيتخرب بيتي. قولي ما اقدرش اقول طيب ودلوقتي ما اقدرش اقول لا. كلمي بابا. ابو هشام لوستي خطيتها. ايه يا متعبه دي الله يا رجالي. طيب تغطوا. اهلا 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 مرات ابني. انت انستنا قوي يا سعاده الدين. الله يا انت، عندكيش حاجه الحماكي كده يتصبر بيها ولو فيها رزالي. من عيني. تسلم عينيكي. الله، ده الاستاذ المخرج لسه هنا. ما عندكوش حاجه تتاكد في المطبخ؟ اهو عندك هناك المطبخ، ودي كانت عنده بتعمل ايه بقى؟ يمكن عاوزه تظهر على الشاشه البيضاء. لا 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 لا، اوعى تقول كده. كلمه يا بعلي العزيز، اترجع خليه يرجع لي مجدي الذي مضى وكان. ما تحمليش هم، انا هروح اشوف لك ميض. ايوه كده، خلي الفن يتجلى. السلام عليكم يا حبيبي. عليكم السلام. اهلا اهلا، اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل. هو فاي يكلمك في الموضوع. الموضوع ايه؟ احنا تحت امرك يا بيه، مفيش لزوم للوسايط. يعني نخش في الجد بقى. معلومه بيحسن من الجد. انا جاي عشان هذول المساله. مساله الست بتاعتك يعني؟ اقول لك الحاج، انا عجباني كمان. وهتعجبك كمان بعد التمثيل. بس انا ليا عندك سؤال. اتفضل. حضرتك يعني ناوي تاخد الست بتاعتي؟ امال يعني استبينا. استبينا حلو. وهتدفع كام بقى بالصلاه على النبي؟ ادفع لك 200 جنيه، 100 مقدما و100 بعد ما تطلقها. اطلقها؟ واطلقها ليه؟ عشان اتجوزهاني. تتجوزها انت؟ طب اتشاهد على روحك. انا هوظفك كمان، هضربك كفته. قلت لك اتشاهد على روحك. يا جوزي الطبيبة المداوية. يخرب بيتك، الضرس اللي شفته ما الضرس المعتوه. امال ايه؟ ده ضرس العائل. طب انا هعمل لك ايه؟ رجعوا لي تاني. رجعوا لك ازاي؟ وحياة الله لازم ترجعوا تاني. يا ماما وحياة الله رجعوا وراك. يا ماما انت لحقنا علشان يكون لك واحد تاني. استنى لما اتلك ساعة العمى في قلبك. وين هتضطر العمى في قلبه؟ رجع لي ضرسي تاني. وين راح؟ خلاص صباح لما موتك. وين هتتصور ملعون؟ وحياة الله مين؟ الله عاد مرسي. وحياة الله راح بأوصل. انت الله كمان الله. ده انا هموته. انت راح تموته؟ منيح اتفضل. تكرم يا معلم. لا لا ما يصحش، اتفضل حضرتك موته. ايه ما بي ليه؟ اتفضل موته انت في الاول. لا لا الناس ما مات، موته حضرتك قبل. هي عزومه يا ولاد الاجرمي، مش فاهموني ايه الحكايه؟ ايه الموضوع؟ حكايتك سودة. موضوعك كله هباب في هباب، تاخد مراتي بالحضن وما عندك دم تقول. ايه الموضوع؟ مراتك؟ في مرض فايجبني. الله، ما تتكلمي يا سعاد، ما تقولي له. انا جوزي فارس. دي فارس؟ لا ده انا ما بقاش فاضل في عقلي ولا بوري. بقى انت مش مرض فايجبني ابدا. انا عملت مراته قدام حضرتك لان الست بتاعته ما كانتش موجوده، وكان خايف لا تزعل وتحرمه من المساعده. امال متجوز مين فايجبني؟ متجوزي انا يا سعاده البيت. الله، متجوزك انت؟ وانا اللي كنت بتفاوض ويا كوارع بيها على انك مرته؟ يعني ما كنتش بتكلمني عن ضمنة؟ ضمنة مين؟ اذا عفونا عنك. روح، الله يسامحك. طرف الكلام يا كوارع، اطبخ نظيفني كوارع، على المطبخ يكون. على الاذان يا بعدين. شو هالزعبرة؟ انا بعرف ان الجار بيستلف من جاره شي طشط، شي طاسة، شي طنجرة، لكن عمري ما شفت جار بيستلف مرض جاره. مشي يا ملعونة، تقعدوا من غير عافية، مشي. كيف بقى يا مرات ابني؟ كيف عمايل فايقي يطلعني بكوادر وشي وياكي كده؟ طيب دايما فصوله بارده، هنعمل ايه يا بيه؟ اما انا لما اشوفه لازم اقتل زمره رقبته. انما انت عاوزه الحق، الواد عنده ذوق زي ابوه، نقله عروسه، غزاله هربانه من جنينه الحيوانات. عن اذنك بقى. ايه على فين مسافر؟ لا اروح اجيب المصورات تاني بقى. لا لا مالوش لزوم، اننا حفل السوسو وناخد صوره كده كل العيله سوا. امري. انا بس بدي افهم ايه الدوشه والزيطه اللي انت عاملاها للسوسوسو ده؟ عايز افرح بيه يا اخي، وانت متغاظ منه ليه؟ متغاظ؟ وانا حد مطلع عيني غير سوسوسو بتاعك ده؟ يا ريتك تهتم بيا ربع ما انت ما مهتميه بيه.
اكبر فانا مش عاجبه. يا ست عزيزتي بس اعتبريني صوت نمره 2 ان شاء الله حتى تلبسيني تمامه وتطلعيني رخصه. لا انت زودتها قوي دي ما بقتش عيشه دي. ايوه بس انا بدي اسالك سؤال بسيط. هو في حد من عيلة حضرتك اصله ارمنت؟ اخرس يا بلدوج يا محسوب بني ادم غلط. لا 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 مالك يا اشواق زعلانه من ايه؟ اتفضل يا سيدي دلوقتي بغير من توتو. ايه؟ بغير من توتو؟ ايوه انت اتجننت يا جدع انت بغير من واحد زي ابنك؟ اسمع يا رايق انت حبستني توتو منين؟ طبعا انت عارف قد ايه توتو غالي عندي بيفكرني باسعد ايام حياتنا. لا اقطع العشم ولا تزودهاش توتو مش هيتدفى. توتو هيتدفى ورايق هو اللي هيدفع. لا طيب يا ستي ما تزعليش انا اقصد بلاش الزفه ونعمله كده حفله عشاء ساده. نعم نعم تعرف لو كشرت في وشه ولا كسرت في خاطره أيوه. انا هروح افضحك عند ابوك واخلي عيشتك سود. طب يا ستي ما تزعليش انا هقوم لك بالواجب والزياده. هو فين في توتو؟ توتو مع ضيوف بتوعه يلا بقى عشان يكون زهق يا اخي. طب يا ستي امرنا لله انا رايح لتوتو ده وانت تاخدي بالك من توتو ده يا ماما. ما بينرفزش وبيتجنن غني. أنا مش شايف إنه يتجنن ولا حاجة، أنا شايف إنه مبلط في الخط وأنا اللي هتجنن. اتمخر يا لولو اتمخر قبل ما تعيش 100 سنة وأكتر. يا حلو لو 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 ما تقولينا هو 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 هو. اتمخر يا لولو اتمخر يا حلو لو 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 ما تقولينا هو 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 هو. مفيش في محلنا بوبي 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 ما تخف الحزن ده بكمامة من حسادك يا واحد ماما. يا حلو لو 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 ما تقول لنا هاو 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 هاو. اتمطر يا لولو اتمطر يا حلو لو 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 تعايق وتقول ان كادوا يا عشاقي شاقي شاقي من زيك والنكته ورايق رايق رايق لاش يلو حتى ولا تلاقي 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 متربى على العظم الغالي ضاني وبتلو وعجالي. يا حلو لو 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 ما تقول لنا هاو 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 هاو. اتمخر يا لولو اتمخر يا حلو لو 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 انت معايا ما نقدرش احنا الاثنين نسيب التياتر يا ابني دي كلها
كم يوم وترجع لعروستك ثاني. انا حجزت لك تذكره بريمو على اول باجور بحر راح يقوم لسه فضل عليه يجمع. امرك يا بابا. والله يا بنتي ما تاخذينيش انا يظهر طبيت عليكم كده زي هادي من لذات ومفرق الجماعات. ابدا ابدا انت قلتلنا ان شاء الله حتى يروح يقعد شهرين. لا طمني نفسك انا حالا حاجي وقلبها الصالون فاهمة حاجي. والنبي يا ستي سيدي فايق بيه وحشنا خالص ولا بيبعت جوابات ولا حاجه. ان جيتي للحق انا فكري بيودي ويجيب لان عارفه اذا كان وصل بالسلامه ولا جراله ايه. كان لازم يبعت تلغرام. طب يمكن بعت يا ستي. بعت ازاي اذا كان ما وصلنيش؟ اصل المشوار من المطرح اللي راحوا لحد مصر بعيد وحليني على ما يوصل التلغرام. ليه هيجي ماشي التلغرام؟ عن اذنك صبرا صبرا يا هذا من بالباب رجل بشناب. طبعا بشناب. مديش اتحلم من الاستاذ فاي بلبل. ايوه يا حضرتك اظن حضرتك جايب لها تلغراف. طب ما انا غلطت ام التلغراف يا حجيت ايه قوطه. هاد احنا مستنيينك على نار. اتفضلي يا قمر. يا صباح الفل وصباح القشطه. روح يا شيخ الهي ما تتكسر لك بسكنات. ستي تلغراف لحضرتك يا ستي ده لازم منسيه. يا خبر من اجل ماله التلغراف فيه ايه؟ طلب واحد زي طلباتك على العين والراس.
وانا ميت من الكورة. طعم المعروف تقول له على ثاني نجيب لي اكل. يعني مام من مام هام 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 اهدتك الهام. احنا دلوقتي هنقدم لك عشاء عظيم يا حضرة الساحر العظيم. هتقدم لي ايه يا اخويا الحقنا عشان انا حسورة وتموزيل بالسبانخ. يعني فرخة بالسبانخ؟ لا تبقى دي ودوها الفرن. فرن اللي زي دي يا مغسل يودوها الفرن ولا يودوها السيمة؟ تقول الطبول. ايوه واشعلوا النيران. وارقصوا له عشان تتفتح نفسي. ايه يا اخي قصرت نفسي؟ ايه؟ لا انا قصرت معلم عظيم. ايه؟ انه بقه يسع محيط لازم زور ولا شرق
ولا بلع بقه الغويط تمسح وحوت خلوه يموت ما نعرفه مفجوع بالبالة طبعاً عليا يتندى ويفوتني نار متأججة ويموت يا عيني بيسرق عشرة رام في مية مثلجة وياخد زكام لما ينام في البحر يا دي المهدلة ورور صغير والنبي وعريس ما تمت فرحته يا طولة تنشب شبي اسود حيدد على نايبت يا نفخيته يا غرقته لا حول يا اخواتي ولا الفتحة على روحه بقى او راح وفارق دنيته لا واندفن كده سفلقة ولا حد حاسب حضرته على خرجته او دفنته ده غلب بتوع جالة جالة كم بدري يا سبع الفلا عالجنة رحت مبللة فضونا وانتوا المسألة كم بدري يا سبع الفلا عالجنة رحت مبللة كم بدري يا سبع الفلا عالجنة رحت مبللة كان موجودة؟ أيوة يا فندم نقول لها مين حضرتك؟ قولي لها مندوب شركة البواخر الغرقانة يما شركة البواخر الرنانة ولا شركة البواخر الغرقانة مين يا ضامر؟ ده المنايل مندوب المنايلة منايل مين ومنايل اثنين الفقر المنايلة شركة البواخر والمثالي المندوب بتاعها جاي عايز يقابل حضرتك قولي له اتفضل اتفضل لحضرة المندوب معاكم سعيد اهلا وسهلا اتفضل ميرسي اظن حضرتك مدام فايق بيه ايوه انا متاسف انا كنت فاكر حضرتك فاكر حضرته ايه مدام فايق بيه لا 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 متاسف انا افتكرت الست المدام بتاعه حضرتك هتبقى بتاعه حضرتي عن قريب ان شاء الله افندم حضرتك جاي لي عايزني ليه انا جاي ابلغك يا هانم ان بعد ما دورنا كتير على جثه المرحوم جوزك ما لقناش منها غير دراع واحد دراع واحد بس يا لطيف امال بقيه الجثه راحت فين مع الاسف طرسها تمساح ما خلاش منها غير دراع يمين وعليه جزء من جاكيتته ان شاء الله ينزل له بالسم الهار يا رب وخدنا في جيب جاكيتته المحفظه دي وفيها بعض اوراق اتفضلي هي دي محفظته بعينها بركه يا سيدي اللي ما وحشتش في التمساح حرامي كان نفش المحفظه رخصه اتفرجوا اتفرجوا لقيت ايه في محفظتي ايه لقيت ايه ارجوك صورت واحده ست ايه يا نهار اسود النجم اخف على نزلته وانا اللي قاعده مموته نفسي من عياط عليه كمان كنت بتحس مش كفايه قبلك على شكلك الشمبانزي ده حد يبقى بيتجوز الجمال ده والخفه دي ويبص لاي انسانه في الدنيا اتفضل موصلك اتفضل عرفت اتصرفت عليها تمام ودلوقتي بقت متاكده من موته انا دايما في خدمتك يا رايق بيه العفو العفو ما دي الطريقه اللي هتخليها ترضى تتجوزني ايدك يا حلو بقى بص يا عبقري انا متشكر جدا انا اتشرفت عفوا مع السلامه لكن تعرفي يا دومنا برضه صعبان عليا اتخطف وهو لسه في عز شبابه يا ست ما يصعبش عليك غالي يكونش بدل ما يقطع تذكرة على الباخره راح قطعها على الاخره الله الله ده انت زعلان عليه خالص يعني كنت بتحبيه قوي مش كفايه العامله السودة اللي عملها صحيح انا ما كنتش بحبه لكن قدام الناس هو كان جوزي وما تنساش كمان العشق على كل حال أدنت خلصت منه وأنا من رأيي إن احنا نعمل إجراءاتنا الشرعية ونتجوز بسرعة وتنزل الستار على فايق وأيامه معلوم مفيش غير كده أنا على رأي المثل الحي أقدم من الميت قلت إيه يا شوية هتقول إيه ما الحب إن للحبيب الأولي اتفضل يا أستاذ آدي حكم شرعي بإثبات وفاة الزوج السابق المرحوم فايق بلبل عهل دلوقتي لا مانع من زواجك من السيدة أشواق هانم بسم الله الرحمن الرحيم فين وكيل العروسة؟ محسوبك وكيلها المعلم كوارع المعتبر صاحب محل جزارة لست ملاكا سابقا وطباخ الست حالية بسم الله توكلت على الله عاد والكوب واللف ده صنع
الحسن على المكشوف يا شمس يا طلع يم الأوام 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 ملكوف على دي، لازم اروح معاك. تروح معاها
عشان تقابل جثة؟ أنا محتارة، أنا غرقانة مش عارفة هقول له إيه. تقولي له إيه؟ قولي له الحقيقة، قولي له إنك رجعتي إلى قواعدك سالمة. أنت عايز يرمي نفسه تحت عجل القصر، أنا مش ممكن أقول له خبر مؤلم كده أول ما أشوف. والأصول يا ستي تستنى عليه لما يجي البيت ومن السفر ويستريح بالسلامة وتسأله الموضوع معلقة معلقة. أنا ما عنديش مانع، بكرة إن شاء الله نروح نقابله على المحطة وبعدين يحلها ألف حلال. ولا تحضري ما تصدقيش ولا
جنة الهوى والشباب عشنا أنا وانت سوا وازاي يخش لنا الغراب ويكافي عش الهوى لهو مننا ولا زينا ولا حتى حدايته هنا يلا ترضيه ولا ترحميه وقولي له ما يجيش عندنا يا جرسون تعلم الافندي
أنا واقف في الناطور ها
ان شاء الله رح تطلع من باب الدولاب على باب اللومان. ثبت لها ان زواج الست اشواق أيوة. بالاستاذ رايق تم بحسن نيه
بعد أن أبلغت خبر وفاة زوجها الأول غرقا واستصدرت من المحكمة الشرعية حكما بطلاقها منه. يحفظ التحقيق حيث لا جريمة في الموضوع. يحفظ إيه؟ طيب نروح به مع السلامة. يعني النيابة زعلانة مننا؟ مين فينا اللي كسبها يا أستاذ؟ تعالوا معايا على مكتبي نتفاهم هناك. تفضلوا. ده أنا جوايات المشرعة. أنا لا أنا عايزة ده ولا عايزة ده، أنا عايزة أسافر أستريح من اللي عديته منهم. أنا شايفة بهوات إن المسألة تتطلب شيء من التضحية منكم. إذا كنتم بتحبوها صحيح ما تخلوهاش تنتحر وتروح ضحية أنانيتكم. سيبوها، ادوها حريتها لمدة أسبوعين ثلاثة، وبعدين لما أعصابها ترتاح وفكرها يروح تبقى تختار الشخص اللي هي عايزاه منكم. أيوة، إذا كان بعدي عن أشواق حيكون من أسباب سعادتها، فأنا سعادتها تهمني جدا، ولذلك أنت حرة من دلوقتي يا أشواق. وانا كمان احب انها تكون سعيده ولو على حساب سعادتي. من دلوقتي هي حره. اشواق جود ايفنينج يا اشواق. الوداع يا اشواق يا اخويا اسماعيل. غريب صوت الرصاص. الحقونا الحقونا، انا رايق سهان ورايق على نفسه بالرصاص. سحر يا خرابي، فين في الشارع؟ لا يا اختي هنا في الاوضه الثانيه. لو النبي حتى فتشيني. الاسعاف الاسعاف، روحوا الاسعاف بسرعه. يا فين الاسعاف؟ فين المغسلات؟ التليفون هنا. الاسعاف 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 يا ريحه يا اخويا اسماعيل، انا عاوز الاسعاف اللي بتربط مثل اللي تكسب. حل عن حيل. تليفون تليفون Thank you.